تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة وذلك بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله وعبر فخامة الرئيس العراقي في البرقية عن خالص تعازيه ومواساته لجلالة الملك المفدى داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقير بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته